دكتور أمير، طيب احنا نبدأ دلوقتي ولا في حد تاني ممكن يجي؟ بحيث ان الموضوع كله هو اصلا مترابط مع بعضه. I think ان احنا دلوقتي مثلا on time او حتى متأخرين شوية كمان. طيب تمام. مبدئيا موضوع الدراونينج، هل احنا من الناس اللي ممكن نكون فاكرين ان حالات الدراونينج دي مش حالات كومن، ما بنشوفهاش قد كده، ده دي بس الناس اللي شغالة في شرم والغردقة هم اللي بيشوفوا الموضوع ده؟ هل انت معتقد ان ده موضوع، يعني موضوع مش من موضوعات اساسيات الاطفال، او ان انا، لا انا دكتور اطفال او دكتور عنايه اطفال، فالدراونينج ده مش من الحاجات الاساسيه اللي انا بشوفها؟ وللاسف انا سمعت مثلا الراي ده من قريب، من خلال اسبوع كده برضو، من حد من زمايلنا. فلو انت فاكر ان ده حاجه يعني رير او مش الكومن قوي اللي احنا بنعرفينها، ومش دي الحاجات اللي انا عايزه اتعامل معاها في الاطفال، فايه اسفني اقول لك ان انت رايك مش مظبوط. طيب لو جينا مثلا الأسبوع اللي فات أو آخر 10 أيام، هتلاقي حوادث الدراونينج في الأطفال وفي الأدلتس كانت كتيرة جدا. أنا كنت مجمعة تقريبا كام حاجة كده، يعني إيه قليلين بس مهمين. لو احنا شفنا مثلا دي كانت في العيد، في 3 يوم العيد، كانوا 5 برضو أشخاص ومعاهم طفل، ده كان في اسكندرية. ده اللي هو الحادث المؤسف بتاع حافظة القرآن الكريم في الأهلية. ده في محافظة الأقصر، في حوالي 7 أطفال نفس الكلام. دي بقى عدة بقى كده، ده برضو كل ده في آخر أسبوع، ماشي. أنا هتلاقي بقى في أماكن مختلفة، هتلاقي هنا مش عارف مطروح، في البدرشين، في العياط، في المنوفية. مش شرط إن أنت تكون بتتكلم على أماكن شرم والغردقة والأماكن الساحلية، لا، حتى لو أنت ما عندكش عناية، أنت دكتور الوحدة الصحية، أنت دكتور جي بي في مستشفى مركزي، كل الناس دي يا جماعة بلا استثناء هتقابلك حالات براونينج. طيب عشان ما تبقاش في الموقف بتاع الصورة بتاعت أعمل إيه ده، يعني أنت في الآخر لو جيت في آخر المحاضرة كده هتلاقي إن إحنا ما عملناش يعني حاجة زيادة. يعني هو الـ Advanced Life Support، أو إيفن حتى بنتكلم عن الـ Basic Life Support، طب ما إحنا كلنا عارفينه. طيب ليه إحنا لو جالنا دلوقتي حالة دراونينج هتبقى في موقف بتاع أعمل إيه ده دي؟ عشان ممكن مثلا، عارف حته الانسان عدو ما يجهل، لو انت ما قريتش طبعا. انا كلام يا جماعه الناس الجونيورز والناس اللي ممكن حتى ما اشتغلتش عنايه، ما وقفتش في طوارئ، فعشان بس يعني اكيد في ناس ما شاء الله اعلى مني مستوى كتير يعني، تمام. فبدل ما تبقى في الموقف بتاع اعمل ايه وانت مش عارف ترتب دماغك ازاي، هي كلها مساله ترتيب دماغ، مساله اولويات، مسألة أنا بقى عايز أعرف الحالة دي أنا المفروض أركز فيها على إيه؟ أصل في الآخر أنت مش هتعملها زي أي حالة في الطوارئ أي بي سي، بس هتبقى في بعض الاختلافات، ماشي؟ فمبدئيا مش عايزه دماغك تبقى هي الدماغ بتاعت ان ده واحد غرقان، يعني واحد اسبيريتد، يعني في شويه ميه دخلوا اللنج، فاحنا هنطلع شويه الميه فكده الدنيا تمام، يا اما هيكون الميه بوظت اللنج، اللي هو تفكير الاسبيريشن. اطلع من تفكير الاسبيريشن ده الى تفكير الهايبوكسيا، بياند الاسبيريشن، بياند اللونج باثولوجي اللي هيحصل، الى تفكير الهايبوكسيا. الموضوع ممكن تحس ان هو رخم شويه، بس هو على فكره بسيط جدا. هتلاقي فيه بعض الديفينيشنز، بعض الباثوفيسيولوجي، ما تفتكرش ان ده كلام نظري وسوفيستيكيتد وبتاع، ما هو في الاخر لو قلت لك اي بي سي خلاص انت مش عايز حاجه، لكن ده مش سوفيستيكيتد ولا موضوع فيه باثوفيسيولوجي رخم. ده الناس اللي بعت مسج والناس افتح المايك. طب لو بص يا جماعه، لو في حد عايز يشارك يعني في بكلام، ممكن ريز هاند بحيث اخد بالي فافتح المايك يعني، او اعمل له انميوت، ماشي. او دكتور امير بقى، نخلي الناس ممكن تعمل انميوت لنفسها، بس نراعي لو في عندنا صوت عالي يعني. طيب فانا عايزاك تحاول دلوقتي تفهم، وفي الاخر خالص انا هلم لك الموضوع في حوالي 5 دقائق، يعني لو ان شاء الله يعني ايه جينا للاخر. بس دلوقتي افهم الباثوفيسيولوجي، هاو تو بي مايندد، تبقى مايندد بالموضوع.
ماشي. طيب مشكلة موضوع الدراوندينج ده، موضوع الديفينيشن، هتلاقي في ناس دلوقتي عايزة تعرف، أنا سمعت كلمة نير دراونينج، أنا سمعت دراي دراونينج، ده في واحد بيقول إن في حاجة اسمها سكندري دراونينج، ده في واحد بيقول إن في ديلي دراونينج، في كذا، هتلاقي في كمية هري لا منطقي في الموضوع، وده مش من عندنا إحنا يعني، هو هم العلماء أصلا كانوا بيهروا مع بعض يوم يعني، ولذلك في اختلافات في البوينت دي. طيب آخر حاجة بقى اتفقوا مع بعض وقولوا لنا آخر حاجة اللي هو الديفينيشن الأخير بتاع الدراونينج ده إيه؟ الديفينيشن بتاع دراونينج باي دبليو اتش او، واللي قالته برضو الامريكان هارت اسوسيشن في 2010 كمان، بناء على بعض برضو الاوستيان جايد لاينز وحاجات كده، مالناش دعوه، ان هو عباره عن بوسس اوف برايمري ريسبيراتوري امبيرمنت كوز باي سبمرجن او اميرجن ان اليكويد ميديوم. هم حطوا كده الديفينيشن ده، هتلاقيه دلوقتي مكتوب الكام كلمه دول على بعض كده، لازم يكونوا موجودين عشان تقول ان البيشنت ده حاله دراونينج، ان حصل له برايمري، برايمري يعني هي جايه كان ما كانش عنده اي حاجه قبل كده، ريسبيراتوري امبيرمنت، وده حصل فقط نتيجه لان هو سبمرشن او اميرجن في ليكويد ميديوم. يطلع بقى الليكويد ده ميه بحر، ميه نيل، ميه ترعه، ميه اي حاجه. طب فرق كلمه سبمرشن من اميرجن، سبمرشن دي يعني معناها ان الليفل بتاع الاير ويز نزل تحت الميه، نزل تحت ليفل الميه، وإمرجن دي المية هي اللي طلعت له، يعني مثلا حصل سبلاش مثلا زي الموجة كده مثلا، فهي المية هي اللي طلعت لفوق، وبالتالي في الآخر إن في مية دخلت في اللانس أو في الإيرويز وحصل له ريسبيراتوري إمبيرمنت. الدراونينج ده قد يكون فيتال دراونينج وقد يكون نون فيتال، ده كله لسه within a definition اللي هو approved by WHO والامريكان هارت اسوسيشن، انه ممكن يبقى فيتال. كلمه فيتال دراونينج ده يعني حصل death related للدراونينج ده في اي وقت، تمام، يعني يقول ان any death related to drowning. لكن نون فيتال دراونينج ده يعني ان في سرفايفنج دراونينج، حتى لو حصل له كومبليكيشنز ما حصلوش كومبليكيشنز او موربيديتي، طالما هو سرفايفد يبقى ده نون فيتال دراونينج. طيب الاولد ديفينيشنز او الاولد ترمينولوجي اللي انا قلتها من شويه، هتلاقي كلمه اسمها نير دراونينج، هتلاقي سكندري دراونينج، هتلاقي في ويت اور دراي دراونينج، هم كلمات قديمه واولد ترمينولوجي، ومفروض ان ما حدش يستخدم هذه الترمينولوجيز. هل انتوا حابين اقول لكم يعني ايه ترمينولوجيز، ولا فكك من الحته دي عديها؟ طيب هو اصلا انت هتاخد وقت على ما تجاوب عليا اكون جاوبت فيه، هقول لك برضو حتى لو انت يعني اوكي تمام، يعني يا ريت عادي. نير دراونينج يعني الطفل دوت عدى، ليه معلش علشان بيجي فيها ام سي كيو. طيب تمام دكتور بهاء ولا مين؟ اي ثينك ايوه انا يعني كلمة نير دراونينج دي كانت، هتلاقي حتى لو جبت كتب القديمة، حتى كتب النجار مثلا القديمة، هتلاقي نير دراونينج ان ده واحد كان عدى عليه 24 ساعة وما ماتش، ماشي كده، ده كده سموه نير دراونينج، مات بكرة بعد 24 ساعة، لا خلاص بقى ده ما بقاش دراونينج، يعني بقى فعلا ده لسه نير دراونينج. سكندري دراونينج يعني ايه سكندري دراونينج؟ يعني واحد انت جالك الطوارئ مثلا، وكان زي القرد، واللون كويسه، وتشست اكس راي كويسه، قعد معاك كده كام ساعه، بدا يبقى فيه ريسبيراتوري ديستريس، وعملت له صورته جديد لقيته دخل في بولمونري ايديما، فده كده ده اللي اسمه سكندري دراونينج، او حتى بيسموه الديلي دراونينج. هو اصلا كان الباثولوجي موجود اللي عمل له المشكله، وبدا يبقى في اونجوينج بالمونري ايديما، في الاول لما شفته ما كانش عنده حاجه، وبعد كده بدا يبقى ديتيريتنج، فده اسمه سكندري دراونينج. ثالث واحد بقى ويت اور دراي دراونينج، ده بيعتمد على وجود اور ابسنس بريزنس اور ابسنس اوف اسبريتد فلويد في اللونجز، ده هتلاقي فيه منه منتشر على جروب الماميز كده، حته الدراي دراونينج والغرق الجاف ومش عارف ايه، هو بيبقى ريليتد لان انت مثلا الطفل ده مراحل الدراونينج اللي انا هقولها كمان شويه، وجود ايفن لو سمول اماونت اوف فلويدز جوه اللانس، لو دخلت كميه صغيره في اللور اير ويز بتعمل ريفلكس لارينجو سبازم،
ريفلكس لارينجيو سبازم، فبالتالي ما مش بيدخل حاجه تاني. ولكن لو البروسس طولت والهايبوكسيا طولت وحصل برين انوكسيا، هذا الريفلكس هيريزولف اصلا، وبالتالي اللارنس هي كمان حتى السبازم ده هيفك وهيبدا اللنج تغرق. فمعتمد طبعا على الوقت. فده موستلي ليه طلع في الماميز كده، ان الاطفال اللي بتتعرض لحاجه بسيطه جاست بيحصل لارينجيو سبازم في الاول، ولو هو انقذه بدري عن وزن، بنتكلم في وزن سكندز يعني، لو ما حصلش حاجه بتبقى اللنج ما فيش اي فلويد فيها اسبيريتد، فده كلمه ويت اور دراي دراونينج. كل هذه المسميات بقى اللي احنا قلناها دي فكت منها، ما حدش بيستخدمها. تمام. طيب نسبه الدراونينج الانسيدنس بتاعته هو حاجه مهمه. طبعا حاجه مهمه جدا. ذا ليدنج كوز اوف تشايلد ديث وورلد وايد، من سن سنه لاربع سنين از ذا سكند كومنست كوز اوف ديث، ده وورلد وايد، احنا بنتكلم على مستوى العالم. اكتر طبعا في شهور الصيف، وكان سلايد الاولانيين اللي انا قلتهم لك ده كنا بنتكلم في اسبوع، وطبعا كان في حاجات ثانيه كتير انا ما قلتهاش طبعا، عشان الناس بتنزل البحر، البيسين، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب ايه الريسك فاكتورز؟ هل اي حد بيغرق كده؟ هو اي حد عادي وارد يغرق على فكره، بس في بعض الريسك فاكتورز. واكيد طبعا احنا بنتكلم على البيدياتريك ايج جروب، فطبعا عندنا يعني من اول انفانت لحد ليت تشايلد هود والادوليسن، اكيد الريسك فاكتور مختلف بالنسبه لكل مرحله عمريه. لو اتكلمنا على الانفانتس، الانفانتس دول اكيد ما فيش ادلت سوبرفيجن، لو ليك اوف ادلت سوبرفيجن حدش متابعه فده هيغرق. ايه اللي تشايلد هود بيبقى نتيجه للبيهيفير بتاعه، ان هو عايز يستكشف، فيلير ان هو يستيميت الدينجر، مش عارف ان دي حاجه خطيره فبيحب يروح يلعب في اي حاجه. الليت تشايلد هود بقى والادوليسنت ده بيبقى عنده increased risk taking behavior، هو بيحب عايز يجرب كل حاجه. طبعا لو دخلنا في المنطقه بتاعه الالكول ودراج ابيوز، ده طبعا اكتر في الايج بتاع الادوليسنت وده موجود. طيب الحاجات دي مهمه يا جماعه. طبعا مهمه، بحيث ان وانت بتاخد الهيستوري، انا اكلمك بقى مؤخرا، انت لازم تبقى فاهم كل الباك جراوند عشان تعرف اللي انت هتقعد تفهمها في ساعه دي، عشان تعرف تطلعها within seconds لما تشوف الحاله. لازم هتسال على الحاجات دي، في حاجه اسمها هيستوري لازم هيتاخد. فرضا ان واحده جت بابنها غرقان مثلا 12 سنه، والواد ده قالت لك ان الواد ده يعني ايه عويم يعني، ماشي يعني ده يعني معاه يعني ميداليه ذهبيه في السباحه، ايه رايك؟ عايزه اسمع منكم. تحب يعني ايه رايك؟ يعني داخل تبع يعني ان هو 12 سنه ولا بيشرب، والواد ده رياضي و أميت يورسيلف دكتور علي. نعم تقول يا باشا. تمام كده. تمام ممكن دخل في هايبوغليسيميا، برافو، تمام، اريزميا، كولون كيوتي، تمام. طيب تمام جدا، ايوه. يبقى مش معنى ان انت واحد غرقان يبقى ده واحد يا اما عيل ما بيعرفش يومي حرام، او واحد بيضرب مخدرات او كده، لا، ممكن اصلا يبقى عنده underlying medical disorders هي اللي دخلته ان هو ممكن فعلا يتعرض لدراونينج ويغرق. ايه اشهر الحاجات دي واللي انت لازم تسال عنها، خاصه لو انت لقيت ده مش عيل صغير يعني بتاع؟ اول حاجه انه يكون مثلا في سيجر ديس اوردر، الواد اصلا عنده ايبيليبسي، مش ده ممكن يغرق؟ خلي بالك ان الايبيليبسي بيزود الانسيدنس اوف دراونينج من 4 ل 14 مره، يعني شوف ازاي من 4 ل 14 مره بيبقى ريسكي ان هو يغرق. ليه؟ جاله الفيتس، كان اول مره اصلا يتعرف ان هو عنده سيجر ديس اوردر، وخاصه ان السويمنج من ضمن الحاجات اللي ممكن تبريسيبيتيت الاتاكس بتاعت الميديكال ديس اوردرز اللي انا هقولها دلوقتي دي. تمام؟ يبقى ممكن فعلا يكون سيجر ديس اوردر. ممكن يبقى كاردياك، ممكن يبقى فعلا معاه undiagnosed cardiac arrhythmia، وهذه الكارديك arrhythmia triggered بالسويمنج. واشهرهم على فكره، ولما تيجي تقراها في الكارديولوجي هتلاقي الكونجنتال لونج كيو تي. عشان كده لما تيجي تعمل اسسمنت للطفل ده في الاستقبال، ممكن تفضل او احنا بنبقى عايزين نعمل له اي سي جي، قد يكون عنده لونج كيو تي سيندروم، اكيد احنا كلنا نسمع عنها، او يكون عنده حاجه اسمها البروجادا سيندروم، او يكون عنده حاجه اسمها البوليمورفيك فيتاك. تمام، ما علينا، يعني عنده كاردياك ديس اوردرز حصل لها بريسيبيتيشن مع السويمنج.
ممكن تالت حاجه ان يكون هايبوجلايسيميا عيل ديابيتك مثلا، او اي هايبوجلايسيميا نتيجه ميتابوليك ديس اوردر. تمام، فاذا ممكن فعلا يكون ده عنده ميتابوليك او عنده ديابيتك، طفل ديابيتك وجاله هايبوجلايسيميا. اذا الحاجات دي مهمه في الهيستوري، ممكن تكون اول مره يتشخص كاردياك ده على فكره لما جالك وهو غرقان ما كانش عارف. مش لازم كلهم بيبقوا راحوا مارينا وراحوا البحر وراحوا صيف، نزل بيسين، ايه المشكله؟ تمام، فالحاجات دي هتلاقيها وارده جدا. طيب، او ممكن يبقى في بعض الفيزيكال كونديشنز، الهايبوثيرميا، واحد نزل في ميه مثلا في الشتاء، واحد الناس محبين الشتاء زي حالاتي كده مثلا، ونزل في الشتاء، نزل بيسين في الشتاء. ليه الهايبوثيرميا دي بتعمل ايه؟ تمام، او الناس بقى اللي هم يعني في اوروبا والعالم المتقدمه اللي اصلا الجو عندهم بارد، الهايبوثيرميا بتعمل رابيد اكسهوشن لان الماسل كوردينيشن بتاعته بتبقى بور، وكمان حاجه الكاردياك اريزميا. طيب الهايبر فنتليشن، ايه هايبر فنتليشن؟ يعني ده بيبقى ايه، الناس غالبا لما بتيجي بتعمل قبل الدايفنج كده، يعني ممكن اي حد، الناس اللي زي حالاتنا بتاعه واحنا صغيرين، قبل ما يجي يعمل دايفنج تلاقيه عمال ياخد ايه هايبر فنتليت كده، اللي هو يعني ايه بيستعد. فالهايبر فنتليشن ده بيعمل لك ايه، بيأثر ان هو بيوش السي او 2، انت عمال تطلع سي او 2 جامد، وفي نفس الوقت يعني ما حصل لكش اكسجينيشن بالدرجه الفظيعه. تمام، اوكي، نزل كده دقيقتين عمل دايفنج او مكملش دقيقه، لكن هو عنده هايبوكابنيا. السي او 2 اللي كان بيعلى في الطبيعي ده كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي لك في ريسبيراتوري ستيمولس، ان انت تحس ان انت عايز تو بريث. هو عنده هايبوكابنيا فما فيش ريسبيراتوري ستيمولس ان هو يبريث ايرلي، وده من ضمن الريسك فاكتورز اللي بتخليه ممكن يحصل له دراونينج. هو مش حاسس اصلا، حصل له هايبوكسيا، سيفير هايبوكسيا، ولكن غير مصاحبه بسي او 2 عالي عشان يستيميت الريسبيراتوري سنتر، وعشان كده الناس دي ممكن تغرق. الباثوفيسيولوجي بقى ده السيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل بعد ما يحصل سبميرشن او اميرشن. اول حاجه انت تخيل معايا الطفل ده لسه كان بيعوم في امان الله، اول حاجه اتفاجئ بالموقف، هيبقى عنده فتره كده بانيك، النورمال بريثنج باترن بتاعه بقى اتلخبط، هو عمال بيحاول مع البانيك ده، بعد كده بيحاول يقفل نفسه خالص عشان ما يدخلش ميه، فبدا يبقى عنده بريث هولدنج، وصل لاير هانجر، عمال يستراجل ان هو يفضل فوق الميه. هيحصل له ريفلكس انسبيراتوري ايفورت، هو مش هيقدر يكتم نفسه اكتر من كده، وبعد كده هتلاقي يحصل له هايبوكسيا. اسباب الهايبوكسيا بقى هتبقى حاجات، اول حاجه اول شويه ميه هيدخلوا له ده عمل اسبيريشن للووتر، الميه اللي دخلت زي ما انا قلت من شويه عملت ريفلكس لارينجوسبازم، اول ما الميه كونتاكت اللور ريسبيراتوري تراكت حصل ريفلكس لارينجوسبازم، فده يعمل له هايبوكسيا. لارينجوسبازم ده هيروح لحاله بعد كمان شويه من الهايبوكسيا والانوكسيا تو ذا برين، وهيروح وهتلاقي ميه اكتر بدات تدخل تاني ودخلت في اللور ريسبيراتوري تراكت. واهم من كل هذا الكلام ان في هايبوكسيا لكل الاورجان تيشوز، وهيحصل له اند اورجان افكت اوف هايبوكسيا. يعني انت لو عايز تطلع من الهري اللي انا عمال اقوله من الصبح ده، اعرف ان الدراونينج مش مشكله لانج، ده مشكلة هايبوكسيا لكل الجسم، اند اورجان افكتس، وخاصة مين؟ البرين. احنا خايفين على البرين يا جماعة، ماشي، لأنه ممكن يعيش ويخرج، بس هيخرج سي بي، فللأسف السيكولي هتبقى صعبة. طيب يعني برضو لما تيجي تاخد هيستوري، ده غرق في البحر وده غرق في النيل ومش عارف فين، هل الكلام ده مهم إن أنت تسأله سولت أو فريش ووتر، ده وقع في أي مية أو غرق في أي مية؟ والله ولا اي حاجه، مش تفرق اي حاجه خالص. طب ليه يعني، طب ليه بنسال؟ او طب ازاي اصلا هي مش فارقه؟ مش الميه المالحه فيها ملح وصوديوم عالي وهتدخل اللانج واوزمولاريتي واوزمولاريتي وتونستي والكلام الفاضي اللي انا كنت قاعد اقوله دوت، والميه الفريش او العذبه العكس لانها تبقى سيفيرلي هايبوتونيك بالنسبه للجسم، واللانج بيحصل منها ابسوربشن. يعني المفروض الميه المالحه سي ووتر ده بيبقى هايبرتونيك، لما يدخل في الالفيولاي هيبدا يسحب ميه من الجسم الى اللانج الفيولاي انترستيشيوم، فيدخلك في مفروض بولموناري ايديما. كمان حاجه الملح الكتير ده هيمتص الى البلود، فيعمل لك هايبرتونستي، وتلاقي الحاله دي دخلت في هايبرناتريميا. ده نظريا، اوكي. والمفروض الميه الفريش دي سيفيرلي هايبوتونيك، ميه من غير ملح، ميه فريش
تدخل تعمل العكس، بدل ما هتدخل الميه تشفط ميه على اللنج، لا ده الجسم هو اللي هياخد هذه الميه الهايبوتونيك ويدخل في فوليوم اوفرلود، وكمان يحصل له دايليوشنال افكتس زي هايبوناتريميا وخلافه وخلافه. طب امال ليه احنا عمالين نقول ما فيش فرق بتاع دوت ولا كلام ده، فرق معانا ميه بحر وميه نيل مش فرق معانا؟ عشان ايه هو مش فرق معانا؟ النو سيجنيفيكانت في البيشنت، احنا كلامنا بقى دلوقتي عن يعني هنسميه اسمه نون فيتال دراوننج، طالما احنا هنعالجه يبقى هو ما ماتش، اوكي؟ فاحنا كلامنا هيبقى عن اسمه نون فيتال دراوننج، ولا هنقول نير دراوننج ولا هنقول اي حاجه ثانيه، اوكي؟ طيب ليه بقى ما فرقتش الميه المالحه والميه الجامد؟ اول حاجه عشان يحصل لك تشينجز في البلاد فوليوم، فانت عايز الطفل ده او الشخص ده يحصل له اسبيريشن ل 11 مللي بير كي جي من الفلويدز، وعشان يحصل لك الكترولايت تشينج الصوديوم بيعلى والكلام ده كله، لازم على الاقل يحصل اسبيريشن ل 22 مللي بير كي جي من الفلويدز. طب الطفل اللي ما ماتش، اللي ما ماتش ده غالبا بيبقى اسبيريتد في اماونت من 3 ل 4 مللي بير كي جي، اكتر من الكميه دي غالبا هيوصل لفيتال دراوننج. يعني لو الطفل 20 كيلو مثلا دخل فيه 80 مللي ميه، فاهم انت كتير، انت بتتكلم على فوليوم كتير، واحد 20 10 كيلو 40 مللي ميه ده كتير، اكتر من كده ده هيبقى فيتال دراوننج. اذا التشينجز دي هتشوفها في الفيتال دراوننج مش في النون فيتال اللي هيجي لك لسه عايش، اوكي؟ انسى بقى الكلام الفاضي. طيب خلاص مش مهم كل الكلام اللي فات، اهم حاجه هي الاند اورجن افكتس. ليه؟ لان دي الحاجات اللي انا عارف الهايبوكسيا دي هتاثر على ايه، فانا المفروض بعالج ايه، ده المفروض انت تعرفه. تمام. اول حاجه انت متوقع طبعا ان هو هياثر على اللنج، وده طبعا صح. يعني الفكره، فكره هايبوكسيا زي ما انا قلت لك انها بتعمل تيشو هايبوكسيا، بتاثر على كل التيشوز والاورجنز. احنا بنتكلم على هايبوكسيا ومش على شويه ميه واحد شرق فيهم، على مستوى اللونج واللي هي فعلا اول اورجان بيبقى افكتد، البولمونري تشينجز هتبقى ايه؟ اولا الاثنين السولت والفريش ووتر هيعملوا نفس الايفكت، لان الحاجات الثانيه احنا قلنا خلاص مش فارق معانا. اولا بيوش السرفاكتنت، بيعمل ووش اوت اوف ذا سرفاكتنت. ثاني حاجه بيقلل اللونج كومبلاينس. ثالث حاجه بيعمل لك فنتيليشن برفيوجن ميس ماتشنج، كل ده المايه اللي دخلت، وانترابالمونري شانكس، يعني كل الحاجات اللي هي الميكانيزم اوف هايبوكسيا. لو في حد عايز ترجمه اي ايتم او انا هقول بسرعه، فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش، يعني البرفيوجن بتاعه كويس، البلاد اللي رايح للالفيولاي تمام، لكن الالفيولاي جواها ميه مثلا او كونسوليديتد، فكده اسمه ميس ماتش. انترابالمونري شانكس يعني البلاد رايح من ناحيه الارتيريا هيعدي مفروض على الالفيولاي يحصل له اكسجينيشن ويرجع الناحيه الفينس، عدى على الالفيولاي لقاها قافله مفيش، قالت له شكرا، فزي ما راح زي ما جه، فاسمه شنط، والشنط ده مش كاردياك فاسمه انترا بالمونري ايه شنط. تمام. النون كارديوجينيك بالمونري ايديما واي ار تي اس، ده الفيت بتاع البيشنت ده، ان هو كده هيدخل في الاخر في اردس اللي احنا بنقول عليه اردس او الاي ار دي اس، او اللي هي النون كارديوجينيك بالمونري ايديما. اذا انت عينك على الولد ده، انت بتعرف الباثولوجي ده كدكتور على فكره، عشان تعرف ان ده غالبا لو دخل هيدخل في اي ار دي اس. وفي بالمونري ايديما جت منين؟ جت من كل الحاجات دي، الحاجات دي مهمه. ولما تعرف ان في وش للسرفكتنت هتلاقي في حد يقول طب ممكن ندي سرفكتنت في التريتمنت، الحاجات دي مهمه يا جماعه. ولما تعرف ان في برفيوجن ميس ماتش، طب ما نحط بيب عالي يا جماعه عشان نحسن نفتح الالفيولاي. اذا انا مش بقول لك كلام نظري، لا بقول لك كلام تقدر تترجم بيه المانجمنت. طيب النيورولوجيك مانيفيستيشنز او نيورولوجيك باثوفيسيولوجي از فيري فيري امبورتنت. انا مش عايزك تطلع لي واحد عايش بس البرين بتاعه هو اللي مات، تمام؟ انت هتحول طفل خمس سنين كان نورمال الى سي بي، مش شرط يكون مننا احنا، في بروجنوزس هيعتمد على حاجات ريليتد للايفنت نفسه، وفي حاجات للاسف هتبقى جايه من عندنا، ماشي؟ الهايبوكسيا والاسكيميا، واحد حصل له هايبوكسيا واسكيميا، مش ده زي الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي؟ مش شبه النيونيت بتاع الـ HIE لو هو ده أكتر حد أنت بتشوفه؟ أه طبعًا، واحد حصل له هايبوكسيا وإسكيميا تو ذا برين، خلاص نيورونال دامج، حصل له بقى شوية سيريبرال إديما، إنتراكرينيال بريشر هيعلى، كل ده نتيجة الإيه؟ الإسكيميا، يبقى هيحصل له إنتراكرينيال بريشر، سيريبرال إديما، سستيند نيورولوجيك دامج، هيخلي الفانكشنال ريكفري بتاعه هيبقى ليميتد. فاذا احنا خايفين على البرين، وعنصر الوقت از فيري فيري امبورتنت على فكره يا جماعه، وبنتكلم في ثواني وفي دقائق،
ولو جينا المانجمنت بتاع الموضوع ده هتلاقيه بيعدي بمراحل، زي ما انا هقول لك كمان شويه مراحل العلاج على حسب التايمنج بتاعته. انا شفته في السين في المكان اللي هو غرق فيه، ولا شفته في الاي ار، ولا شفته في البي اي سي يو. نظريا مين اهم واحد في الموضوع ده؟ مفيش حاجه اسمها اهم واحد. قد نكون مين اكثرهم اكسبيرينس، هتقول لي دكتور البي اي سي يو، دكتور العناية. طب لو فرضنا ان مارتن توبن اللي هو ده بتاع ده نيلسون بس بتاع الفنتليتور مثلا، هو ده اللي قاعد في العناية مثلا، هل ده هيفرق لو اول شخص اتعامل مع الطفل ده ما تعملش معاه مظبوط؟ ولا اقدر اعمل لك اي حاجة. يعني لو احسن واشطر حد قاعد في العناية والبيشنت ده اتأخر في ريسستيشن الاولاني، ولا هقدر اعمل له حاجة. إذن لو جينا على فكرة نظريا، أهم حد هو أول حد هيتعامل معي. إذن لو أنت مسمعني، أنت الجي بي اللي شغال مثلا، في ناس بتبقى شغالة في أول نيابتها أو في هو جي بي في فنادق عشان سويمينج بولز، في ناس شغالة في الإسعاف، في الناس اللي بتبقى لسه شغالة في الإسعاف، لو أنت منهم دلوقتي، لو أنت حد لسه في بداية لسه متخرج أو شغال جي بي، فخلي بالك أن أنت تعتبر أهم شخص في المنظومة دي، ولازم تعرف تتعامل إزاي وما تتخضش، لأن البروجنوزس هيعتمد عليك. أوكي؟ الكارديوفاسكولار كومبليكيشن برضو هايبوكسيا مع هايبوثيرميا، دول الاثنين ممكن يبرسيبيتيت اريزميا، وخاصه في الناس اللي احنا قلناهم من شويه بتوع اللونج كيو تي والبرجادا والفيتاك. الفيتاك اللي هي البوليمورفيك اللي هي التورسادو باي، يا جماعه فكنا في اريزميا، في اريزميا لك شعب. اوكي. طب الرينال، الرينال مش من الحاجات اللي هي الكومن قوي في الاول، ولكن هي كمان ممكن تتاثر. يعني الرينال دي تحس ان هي غلبانه وحملت اسئله كده شويه، بس هي كمان برضه تتاثر على حسب الهايبوكسيا. رينال فيلير هيحصل لك نتيجه ايه؟ اكيوت تيوبلر نيكروزز. جاله منين النيكروزز ده؟ مش هو عنده بعض البلاوي حصلت، حصل له هايبوكسيا، حصل له شوك والرينال بيرفيوجن، حصل له هيموجلوبينوريا ومايوجلوبينوريا، يحصل له لانه وارد يحصل له هيموليسيس، مش في ميه وسيركيليشن وحاجات. طيب على اسيد بيز والالكترولايت، خلي بالنا يعني ايه هو السيجنيفيكانت الكترولايت ديستربنس انكومن. ليه؟ عشان احنا قلنا ان عشان يحصل محتاج كميه ميه كتيره، غالبا اللي ما ماتش ده ما حصلوش الاسبيريشن لكل هذه الكميه. هنلاقيها في مين؟ هنلاقيها في الناس اللي ماتوا الفيتال. ميتابوليك ريسبيراتوري اسيدوزس طبعا هيحصلوا نتيجه الهايبوكسيا. طب ممكن نلاقي مشكله الكترولايت ديستربنس ده في واحد وما ماتش؟ ممكن حد يقول، لو حد ممكن يفكر، يعني ممكن نلاقي واحد يحصل له الكترولايت ديستربنس وما ماتش في النان فيتل وكونفولجن؟ دي اجابه تاني سؤال. طيب كومبنسيتد؟ لا مش بس انا على كومبنسيتد، انا بقول ان هو جاله، لا واحد يحصل له ديستربنس. ممكن لو على حسب الميه اللي غرقان فيها، يعني واحد غرقان في البحر الميت مثلا الذي يتميز بالهاي كونسنتريشن او فيري هاي كونسنتريشن من الكترولايتس من صوديوم وكالسيوم وكل الالكترولايتس فيها، فطبعا احنا اننا مش ساكنين في منطقه البحر الميت، هنعدي الحته دي. ماشي. الكواجيلوباثي، اه طبعا لازم انت تتوقع الكواجيليشن، ممكن يحصل لك هيموليسيس كواجيلوباثي، بس هم رير على فكره بوتنشال كومبليكيشن، ولكن وارد. فانت بما انك في عينيه توقع اي حاجه، وخلي بالك الدي اي سي بيحب اي مصيبه تلاقيه ينط فيها، ما تعرفش منين يعني. ماشي. فدي كده الايه؟ الباثوفيسيولوجي. انا كده خلصت الجزء السخيف، ندخل على الجزء الاسخف. اوكي. المانجمنت، انا اعمل ايه؟ اللي هو اعمل ايه بقى؟ خلاص ماشي، انا فهمت المشكله فين، وطلعت اهم حاجه في الجزء اللي فات ده، اطلع بره ان انا شويه ميه دخلوا الرئه، ماشي، في هايبوكسيا وفي مالتي اورجان فيلير ممكن تحصل نتيجه الهايبوكسيا، وفي برين بيتاثر، وفي برين ما ينفعش نستنى عليه. المانجمنت هنقسمه الى 3 فيزز. اول حاجه اللي هي البري هوسبيتال كير وريسسيتيشن، اللي هو في المنطقه اللي غرق فيها، والاسعاف والكلام ده. تاني مرحلة الامرجنسي ديبارتمنت في الاي ار. تالت مرحلة الامبيشنت. شوف بقى انت مين فيهم وايه، ركز في الجزء بتاعك، عايز تكمل في الباقي اتفضل معانا. ماشي. بتوع العناية خليكم في الاخر عشان انتوا قاعدين هنا. طيب لو جينا نتكلم على البري هوسبيتال كير، انت دلوقتي الدكتور، تخيل عادي نفسك يعني عشان انت ما تتخيل تحتاس، هتحس ان انت اعمل ايه. البري هوسبيتال كير وريسستيشن، انا دكتور الاسعاف او انا دكتور في الفندق.